حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام من جديد. خلونا نرجع تحديدا إلى موضوع مهرجان بريدة للتمور، ولكن المزيد من التفاصيل والأخبار الطيبة عن هذا المهرجان بيكون معنا عبر الهاتف الدكتور خالد النقيدان، الرئيس التنفيذي لمهرجان التمور في بريدة. في البداية دكتور مساك الله بالخير، والله يعطيكم العافية على هذا الجهد اللي أنتم تبذلونه لإنجاح هذا المهرجان الرائع. يا أهلا وسهلا، مساكم الله بالنور والسرور، نقول مساءكم سكري على في هذا اليوم المبارك. الله يمسك بالنور العافيه. بالنور العافيه. هذا مساء طيب. الله يخليك، يسلمك اخوي خالد. الله يحفظك. الله يحييك. دكتور حودنا، يعني اول شيء تقييمك عن نتائج المهرجان، يعني بدايه يعني احنا غطينا المهرجان العام والسنه هذه، لكن شلون تشوفون النتائج على هذا المهرجان الرائع؟ الحمد لله، المهرجان هذا العام تميز بزيادة في كميات التمور المعروضة. نعم. نظرا للجودة، ولله الحمد في بداية الموسم كان الموسم ولله الحمد لم تكون هناك أي تمور فيها أمراض أو فيها عيوب. نعم. فكانت الكميات هذا العام تختلف عن العام الماضي بوفرة الإنتاج وزيادة الكمية. نحن الآن وصلنا إلى قمة الموسم. نعم. ما شاء الله. خاصة وأنه الآن تعدينا أو دخلنا شهر سبتمبر. نعم. فبدأنا نقول يعني خلال أسبوعين إن شاء الله تعالى نستمر في قمة الموسم. نعم. وبعدها يبدأ البيك بالنزول إلى الأسفل. نعم ما شاء الله. دكتور أنا بدي يعني أسألك، شلون شفت الإقبال هالمرة على المهرجان من قبل التجار وأيضا آراء الناس المستهلكين؟ كما تعلم أخي خالد وأخو أستاذ حمد أن المهرجان هذا العام جهزت أمانة المنطقة القصيم واستعدت لتجهيز هذا المهرجان من حوالي 3 شهور. نعم. في تجهيز البنية التحتية، فهذا وكذلك الإعلامية، يعني هناك حملة إعلامية كانت مميزة. نعم. فأدت إلى أنه حضور التجار وشرائهم بكميات كبيرة من التمور استعدادا للتخزينها لموسم كامل لعرضها ان شاء الله في موسم رمضان القادم. هناك ايضا كثير من دول الخليج الحقيقه كتجار وكافراد، خاصه ان مدينه بريده تكون على الطريق، تقع على طريق المدينه الرياض السريع، وبالتالي احيانا بعض الزوار الذين يزورون المدينه او يتجهون الى مكه المكرمه يمرون بهذا الطريق، وهناك لوحات ولافتات دعائيه تشير الى موقع المهرجان. لذلك نلاحظ اقبال هذا العام اكثر من الاعوام السابقه. نعم. في مدينه التمور. نعم دكتور، احنا ودنا نعرف يعني بالنسبه لسالفه المزادات والبيع اونلاين عن طريق الايبادات، انتم الخدمه هذه موجوده معكم العام، هل هي لا زالت معكم السنه هذه بعد؟ صحيح، العام الماضي كانت في بداية التجربة في بيع المزاد الإلكتروني عبر أحد الشركات السعودية التي تقوم بعملية البيع عبر هذا المزاد. فهذا العام أيضا كررنا التجربة، وإن شاء الله تعالى نتمنى أن تكون نصل إلى البورصة العالمية للتمور قريبا، فهي خدمة لمن يرغب الشراء من داخل المملكة أو من خارج المملكة العربية السعودية، وإمكانية توصيلها خاصة لوجود بعض الشركات التي تستطيع من خلالها توصيل الطلبات من قلب مدينة التمور إلى أي موقع داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها. نعم دكتور، يعني أنا أقدر يعني أدخل في المزاد حق التمور وأطلب الطلب اللي أبغيه وكل حاجة ويوصلني إلى محلي. نعم، بعد أن تكون سجلت مع الشركة المستثمرة. يأخذون بياناتك ويسجلون لك كود رقم معين. فيستطيعون من خلاله أن تشتري مباشرة وتزاود على الكميات المعروضة من خلال شاشة تلفزيونية تستطيع أن ترى فيها الكميات المعروضة. وأيضا لديك عادة أنواع هذه التمور والجريد التمر نفسه، فالسكري له عدة أنواع. كما يسمى بالمفتل وكذلك الملكي وأنواع الجلكسي وغيرها من الأنواع التي أصناف تظل تحت مسمى السكري. وأيضا أود أن أشير إلى أن مدينة التمور في بريدة تحوي حوالي 95% من الإنتاج فيها سكري. أصلا منطقة القصيم لديها تمور السكري هي الأغلب حقيقة في هذه المنطقة. نعم. دكتور أنا ودي أسألك في عجالة، شن هي مشاريعكم لمهرجان العام المقبل بإذن الله تعالى؟
ان شاء الله تعالى سنطور موضوع البورصه الالكترونيه ان شاء الله سنصل الى البورصه الالكترونيه من جهه اضافه الى توطين الوظائف للشباب. هذا العام الامانه جهزت عدد حوالي 90 مبسط قامت أمانة القصيم في بتوزيعها على الشباب الذين يرغبون العمل تحت مظلة، فجهدت لهم مباسط من قبل الأمانة ووزعت عليهم. إن شاء الله العام القادم نتمنى زيادة هذه المباسط لكي تستوعب أكثر عدد من الشباب، خاصة أنه وصلت تقريبا الفرص الوظيفية ما بين 3500 إلى 4000 فرصة في الموسم. نعم ما شاء الله تخدم شريحة كبيرة من الشباب، خاصة وكنا في موسم إجازة لم تبدأ الدراسة إلا هذا اليوم، فكل الفترة السابقة كان هناك إقبال كبير حقيقة من الشباب. أيضا الخدمات المساندة إن شاء الله تعالى سيكون العام القادم احتمالية تشغيل مركز اسمه مركز الحائط ملاصق لمدينة التمور، هدفه تسويق للأسر المنتجة وكذلك للحرفيين، سيكون رافد جيد للزوار والذين يرغبون حضور في مدينة التمور. أيضا القرية التراثية هذا العام تم تجهيز مزرعة لكي تحكي تراث الآباء والأجداد وكيف كانوا يفعلون أبائنا في من صعود للنخيل وكذلك استفادة من عملية جني الثمار وآلية جني الثمار، إضافة إلى بعض الأهازيج الشعبية التي يقومون فيها بعض كبار السن لتذكير الماضي أو تذكير الأبناء ماذا يفعل أجدادهم سابقا في أوقات الصرام صرام النخيل. نعم الدكتور خالد نقدان الرئيس التنفيذي لمهرجان التمور في بريدة، شكرا على هذه المعلومات والله يوفقكم إن شاء الله ومنها إلى أعلى إن شاء الله تعالى. شاكرين لكم ونتمنى إن شاء الله زيارتكم في أقرب فرصة. أبرك الساعات إن شاء الله من هذه التمور إن شاء الله. أبرك الساعات وأبشر إن شاء الله. شكرا لك. إذن أعزائي المشاهدين وفي سياق آخر، حيث تنظم الهيئة العامة للسياحة للمرة الأولى في قطر مبادرة سوق الإنستغرام الصيفي بالتعاون مع مركز بداية، وذلك في إطار مهرجان صيف قطر لعام 2014. نتعرف على هذه الفعالية من خلال التقرير التالي. هذه البضاعة للوالدة، صار أكثر من 15 سنة تشتغل فيها، تعمل بخور وعود وملابس، وبتشارك في معارض داخل قطر وبرا قطر. أول مرة حبينا نشارك معارض هنا، وبنشارك كمان في انستغرامات عندها صور، في لها مواقع تدخل عليها بتلاقيها الاسم مملكة الدخون. وحبينا نشارك في المكان هذا، الجو هنا ما شاء الله حلو، في نوافير مائية، موسيقى زي ما تسمعون الحين، وإن شاء الله تستمتعوا فيها، في إقبال على المكان. أنا هنا في سوق الانستغرام الصيفي في كورنيش الدوحة. شغلتي عندي استديو في تصوير داخلي وفي تصوير خارجي. أنا جيت هنا حبيت أشارك وياهم وأشارك الأطفال فرحتهم وأتسلى وأضيع وقتي وأصورهم وأطبع لهم الصور بمجان. طبعا احنا بدورنا من خلال ايضا القناه نشكر جميع القائمين على مثل هذه المعارض اللي تقام بين الفتره والاخرى، ودائما احنا نشجع صغار التجار يعني حمد اللي يحبون يشتغلون في الانستغرام ويبادرون بهذه المبادرات اللي فعلا تخلي الناس تتجه للتجاره، يبدون صغار وان شاء الله يستوون كبار ان شاء الله تعالى. يلا تخلي الحين عندك عقب مهرجان التمور اشوفك متحمس تسال شلون يلا خلنا لا انا مدش التمور خلنا نروح لبريده ونشوف انا بشجعك يلا توكل على الله توكل على الله الدعم من عندك والمشروع من عندك ولا بعد ردت على الدعم. اذا اعزائي المشاهدين في اطار التعريف بالاجراءات الوقائيه والاحترازيه اللي يقوم فيها دائما المجلس الاعلى للصحه،
نظم المجلس السبت ورشة حول الاستعدادات للأوبئة والاشتراطات الصحية للحج. حمد، نعم، عن هذه الورشة وأبرز المقررات التي خرجت بها معنا في الاستديو الدكتور محمد الهاجري. يا مرحبا يا دكتور وحياك الله. الله يحييك. ما قصرتوا على جهودكم دائما في الاحترازات الوقائية والإرشادات للناس والمواطنين. بيض الله وجهكم. في البداية دكتور، حين ودنا نعرف يعني الحين مقبلين على موسم الحج والناس تحب انها تطعم، وبعضهم حتى مو بداري عن التطعيم، فانتم جزاكم الله خير يعني ترشدون الناس، تعلمونهم ان في مثل الاجراءات هذه. انا مثلا احد الناس ابغى احج ان شاء الله السنه هذه، انا والشيبه ان شاء الله. وش اللي مطلوب منا كحجاج ان شاء الله تعالى؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اشكركم شكر جزيل صراحه على تواصلكم معنا، وانا اتشرف دائما ان اكون معاكم. الله يحفظك. الإجراءات حنا دائما نبدأها بشكل سنوي في نفس هذا الوقت تقريبا. نعم. شهر أو ما يقارب. بالتذكير بالنقاط الرئيسية لأي. نعم. شخص يريد الحج. الحمد لله قطر تقريبا الكوتا مالتها تقريبا من 1200 ل 1500. نعم. عدد يعتبر نسبيا بسيط. نقدر حنا نأهلهم قبل الذهاب إلى الحج بكل. نعم. الاحتياجات. ومن هالاحتياجات الاحتياجات الصحية. نعم. عندنا دائما نوصي دائما أول شيء بالاستشارة الطبية لكل من يريد الحج. نعم. لأن هناك ثلاث محاور رئيسية. نعم. للحاج. أول شيء النصح والإرشاد، فحص السريري إذا يحتاج، والتطعيمات والنصائح العامة. نعم. هذه هي المحاور الثلاثة اللي إحنا أمس كانت ورشة العمل. صحيح. الدور حولها. نعم. ورشة العمل تعلقت بمواضيع كثيرة ومتعددة، ولكن يمكن من ضمن هذه الورشة أكيد تم التطرق إلى موضوع الإيبولا اللي هو صار حديث الساعة. صحيح. أنا ودي أسألك الحين يعني دكتور، بما أن المكان يعني دائما ما تسعى دولة قطر في الحفاظ على مواطنيها، صار شكلها شكل باقي الدول المجاورة لنا، شنو اللي صدر من عندكم من خلال المبادرات اللي طلعت اللي تنبه الناس من خلال أمور معينة يجب عليهم التوقي أو الاحتراز منها؟ أقدر أقول إحنا استفدنا من تجربتنا مع الكورونا والحمد لله كانت ناجحة. فوظفنا هذا النجاح في تطبيقه على أي وباء جديد ومنها وباء الإيبولا. التواصل المستمر والسريع والفعال مع منظمة الصحة العالمية، تطبيق جميع التوصيات الصحية، وكذلك أحيانا تجاوزها إلى ما هو يعني أشد أو أقوى إجراءات احترازية أقوى من المقترحة من منظمة الصحة العالمية. نعم. لضمان صحة وأمن البلد. نعم. منها اللي هو مثلا على سبيل المثال حظر اللي هو التأشيرات أو المسافرين القادمين من هذه البلدان كإجراء احترازي قوي، ويهمنا مصلحة البلد في هذا الشيء أكثر من أي مصلحة أخرى. كذلك الدول الأخرى التي قد يعني تكون مجاورة لهذه الدول وفي يعني كونكشنز فلايت، يعني طائرات مثلا ترانزيت او كذا. نعم. كذلك يتم تنبيه هذه الاماكن الى مثلا بعض النصائح. عندكم فريق طبي في مطار حمد. اي نعم. وكان يعني الاستجابه شامله من جميع القطاعات. نعم. من القطاع الصحي، من المجلس على الصحه ومستشفى حمد، وكذلك الرعايه الصحيه الاوليه. قطر ايرويز، الخطوط الجويه القطريه، بالاضافه الى مطار حمد الدولي. نعم. كذلك الجهات الاخرى. الكل يقوم بدوره الحمد لله. الآن في فريق طبي في المطار، العيادات الموجودة أصلاً تم تنبيههم وتدريبهم، الكاميرات وضعت للكاميرات الحرارية التي تساعد إلى حد ما النشر الوعي للمسافرين وحتى القادمين من بعض الدول المجاورة. إذا كان عندك أي أعراض أرجع توجه إلى أقرب مركز صحي. إيش الأعراض الدكتور إذا طلعت مثلاً على مثلاً مسافر إنه يروح ويعرض يقول إنه للطبيب إنه والله أنا جاي ومسافر للإحتراز، أنا جاي أبلغ إن أنا جيت من هالدولة الفلانية، أو حتى المسافر اللي معي العادي. أو حتى المسافر اللي معي أو شفت واحد. نعم. إيه؟ أنا أحب أطمنكم مبدئياً، أولاً ما في طيارات مباشرة لهذه الدول. نعم. الناس اللي بيأتوا من هذه الدول بشكل مباشر يعني مش موجود الحمد. نعم. لله الترانزيت في هناك لها آلية معينة. إذا جاء شخص من قطر يريد يسافر لهذا البلد ننصحه دائما ونحذر، نقول له قدر الإمكان ما تروح. إذا أنت مضطر لسبب أو لآخر نعطيه توصيات ومطوية كذلك فيها الإرشادات، إنه في حال كذا وكذا إنه لازم تأخذ احترازاتك الوقائية لهذا الشيء. نعم. هذا اللي بيروح هذا البلد، اللي إذا جاء شخص لبلدنا مثلا. نعم. من بلد آخر وليس هذه البلد. نعم. وكان مثلا في فترات موجود نبه نقول والله مثلا إذا عندك أي أعراض. هي مشكلة الإيبولا والأمراض التنفسية أو المعدية تكون مشتركة يعني في البداية مو واضحة زي الإنفلونزا. صحيح. التقام بالحلق، ألم بالعضلات، احمرار بالعين. نعم. لكن إذا تطور المرض يكون التشخيص أسهل. الإيبولا يعني يتميز عن غيره أنه له علاقة بالدم. نعم. النزيف. وهذا عادة ما يكون في البداية، يكون في المراحل المتأخرة أو المتوسطة والمتقدمة. نعم. فترة حضانة هذا المرض من يومين
الى 21 يوم بس اغلبها من 8 الى 10 ايام. فاذا جاء شخص مشتبه نقول له عزلك عزل قسري او جبري لمده 21 يوم حتى يتبين انه ما عندك هذا الشيء. اذا تم بالاجراءات والفحوصات وجود مرض اخر الحمد لله تكون امور طيبه وياخذ العلاج المناسب. فالحمد لله الاستجابة الآن منظمة ومنسقة مع منظمة الصحة العالمية الحمد لله. كذلك هنالك جهود مشتركة بين دول مجلس التعاون في هذا الأمر تبادل الخبرات نعم وكنا في اجتماع من حوالي أسبوعين في الرياض وتم تنسيق الجهود الاحترازية من منع السفر والتأشيرات وكذلك تبادل المعلومات في هذا الشأن. نعم صحيح. دكتور بالنسبة للاستعداد لموسم الحج خلينا نطلع من إيبولا وإذا الفيروس اللي العالم متروعين منه خلينا نجي على موسم الحج. أنا كحج شو اللي مطلوب مني؟ شو اللي الحين قلت أنت في ثلاث افتراضيات لازم الواحد يسويها. لكن خلينا نجي على موضوع التطعيمات. في تطعيمات معينة. أنا شفت تقرير لك اللي هو لعرض الورشة اللي صارت يوم السبت. قلت أنت في لقاح جديد يقي الله الحافظ لكن يقي لمدة 5 سنوات أو طويل مفعوله طويل. حدثنا عنه وعن الاستعدادات اللي إحنا نقدر نسويها قبل الحج. التطعيمات عندنا ثلاث أنواع. تطعيم إجباري اللي هو الحمى الشوكية. وتطعيمات نوصي بها اللي هي الانفلونزا والمكورات الرئويه الذي يقي من التهابات الصدر. الحمد لله هذه السنه نجحنا نحن نحضر تطعيم الانفلونزا الرباعي. تطعيم جديد في الشرق الاوسط اول مره يوصل. وهذا اعتبره انجاز صراحه. وكذلك الانجاز الاخر اللي هو استبدال لقاح الحمى الشوكيه القديم اللي هو العادي الذي يقي لمده 2 أو 3 سنين. بلقاح جديد يقي على الاقل 5 سنوات واحتمال 7 سنوات يسمونه الرباعي الكونجكيتد اللي هو يعطي مناعه اقوى وفترة أطول وكذلك يمنع أن الشخص الذي أخذ هذا التطعيم ما يجيب الفيروس معه أو البكتيريا من الحمى. يكفي التطعيم هذا عن التطعيمات الباقية وخلاص؟ هي ثلاث تطعيمات. ثلاث تطعيمات. باختصارها ثلاث تطعيمات. نبغى أسماء عشان الناس تسجلها. التطعيم الإجباري اللي هو الحمى الشوكية. هذا لازم يأخذه قبل. هذا لازم يأخذه. كذلك تطعيم الإنفلونزا ننصح فيه لأنه يقي من الإنفلونزا. صحيح. وطبعاً 4 أنواع من الإنفلونزا مش 3 كالسنوات السابقة. نعم. كذلك تطعيم المكورات الرئوية. عادة ننصح فيه الأشخاص اللي عندهم عوامل خطورة اللي عندهم أمراض مزمنة مثل أمراض القلب والسكر والكلى والسكر ما شاء الله في دول الخليج كامل. فهذه التطعيمات الثلاثة أهم تطعيمات صراحة للحج. للحج يعني أخذ الثلاثة مو بواحد. نعم بعدين تأخذ 2 في كتف والثالث في كتف آخر. يعني ما في زيارة واحدة وتخلص وتخلص في نفس الوقت. طيب أنا ودي أسألك دكتور الحين إحنا نعرف إن من المسافرين ناس مرضى مثل اللي تطرقت لهم الحين ناس المصابين بالسكر والضغط شنو هي نصيحتك لهم؟ هل لازم تكون الأدوات موجودة؟ شلون تجيب معك الأنسولين؟ شلون تحفظه وكذا؟ يا ليت إن تثقف الناس بهالطريقة. أهم نصيحة إن الاستشارة الطبية قبل الحج بفترة كافية لأن هؤلاء الأشخاص يحتاج لهم أحيانا تعديل الجرعات نصائح خاصة بحفظ الأدوية خاصة الأنسولين لازم يكون في صحيح. مكان بارد وثلاجة نعم. مهم جدا كذلك أحيانا بعض الاحترازات يعني يكون عندك شنطة إسعافات أولية فيها جميع الأمور نعم. الحمد لله طبعا حملات الحج عندنا ما شاء الله فيها الأطباء يعني مجهزة وفيها عيادة بس بعد واحد ما لازم تكون يعني معك الأدوية يكون في المشاعر ولا في صحيح. الطريق وكذا صحيح. ننبههم على أن في حملة طبية في الحج نعم. لها مقر جديد الحمد لله وقريب من مستشفى تونسي في 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 مكة وتم التعاقد معه أو العمل على التعاقد معه برعاية لا سمح الله في بعض الحالات نعم. فهذه الإجراءات اللي تم اتخاذها هي كلها لراحة الحاج القطري صحيح. فيعني قلنا الاستشارة الطبية واجبة الاستشارة الطبية دكتور قبل الذهاب إلى الحج صح؟ نعم. نعم التطعيم لازم يأخذ على الأقل أسبوعين احنا نفضل 3 أو 4 نعم. بس على الأقل أسبوعين أو 10 أيام عشان يكون التطعيم عنده فرصة كافية يعطيه حماية لداخل الجسم زين دكتور وين يروحون الحين اللي يبغوا يحجون أو نووا الحج إن شاء الله الحين يشوفون المقابلة وين نقدر نقول لهم روح المكان اللي راح يطلع إعلان قريب بمراكز الصحية المعتمدة هو تكميل لما تم قبل العمرة رمضان كان تم الإعلان إنه الأشخاص راغبين بالعمرة والحج في مراكز صحية معينة الذهاب إليها راح نعيدها إن شاء الله هالمرة للتذكير إن شاء الله عن طريق إخواننا بالرعاية الصحية الأولية إن شاء الله وبيكون شهر قريب إن شاء الله قريب إن شاء الله إن شاء الله تعالى يومين بالكثير إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله تعالى وأنتم دائما يعني دكتور محمد أنتم دائما سباقين في هذا المجال وفي الأول وفي الأخير مثل ما قال حمد إحنا هدفنا إن الناس يروحون يحجون يرجعون لنا سالمين غانمين ويعني هذا اللي نبي هذا هو يعني فحوى الشيء وكما يقال درهم وقاية خير من قطار علاج شنو اللي أنت تبي تقوله حق السادة المشاهدين شنو هي التوجيهات اللي ودك يعني تعيد تذكيرها للسادة المشاهدين خصوصا الكبار بالسن الذاهبين الى الحج اللي رايحين الحج اللي بيروح الحج يتوكل على الله ونقول عقلها وتوكل ان شاء الله خذ لك استشاره طبيه خذ التطعيمات الاساسيه
واستمع استشارة الطبيب. نعم. طبعا إذا عندك أدوية تأخذ كمية كافية. نعم. اعرف مقر الحج، اتبع التعليمات والإرشادات من ناحية اللي هو البطاقة أو السوارة. بعد العودة من الحج كذلك تنتبه لنفسك، إذا جاتك أي أعراض من حرارة أو زكام أو لازم تخطر فيها الطبيب أو المسؤول، الذهاب إلى المركز الصحي وإخبار. نعم. الطبيب أنك كنت بالحج لإجراء اللازم إن شاء الله. نعم. نعم. الله يعطيك. دكتور محمد الهاجري، شكرا لوجودك معنا في استوديو ترحيب، شكرا على هذه المعلومات، وان شاء الله حنشوفك السنه دي في الحج معنا ان شاء الله. امين رب. لك نيه ان شاء الله السنه دي. الله كريم ان شاء الله. الله يسهل ان شاء الله. سلم على مبارك. السلام عليكم. يوصل ان شاء الله. الله يحفظك. شكرا لك دكتور. التوفيق. اذا اعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونتابع بعده فقرات ترحيب.